باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. الإصحاح الأول من سفر أستير، بركته على جميعنا، أمين. وحدث في أيام أحشويروش، هو أحشويروش الذي ملك من الهند إلى كوش على 127 كورة، أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده، جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤساؤها، حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة 180 يوما. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك، بأنسجة بيضاء وخضراء وإسمنجونية معلقة بحبال من بز، إلى آخر الآية 9. في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر، قال لمهومان أن يأتوا بوشت الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليرى الشعوب والرؤساء جمالها، لأنها كانت حسنة المنظر. فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه، إلى آخر الآيات. ثم أرسل كتبا إلى كل بلدان الملك، إلى كل بلاد حسب كتابتها، وإلى كل شعب حسب لسانه، ليكون كل رجل متسلطا في بيته ويتكلم بذلك بلسان شعبه، مجدا للثالوث الأقدس إلهنا دائما أبديا، آمين. في الآيات التي هي مختصر الإصحاح الأول من سفر أستير المبارك، وأستير هي شخصية مباركة جدا تذكرنا دائما بأن الله يدبر لشعبه، لا ينسى أبنائه، لا ينسى الصغير، لا ينسى الكبير، لا ينسى الفقير، لا ينسى إنسان، لا ينسى الله حتى من هم يبتعدوا ثم يعودوا إليه، فالرب دائما صالح. حدث في البداية أن وجدنا في الإصحاح ملك يمجد نفسه، وملوك فارس دائما اعتادوا على هذه الأمور، صنع وليمة للرؤساء ثم وليمة للشعب، ثم صنعت الملكة زوجته وليمة هي الأخرى للنساء منفصلات. ولائم كثيرة تعبر عن غنى مادي أرضي. بعد كل هذا طلب أن تأتي الملكة ليشاهد كل الناس جمالها وحسنها، فرفضت تماما. بعد هذا غضب جدا الملك أحشويروش، وفي غضبه طرد الملكة ومنعها من الطرائي أمامه والدخول في محضره. وبعد هذا كان بمشورة أحد مشيريه اسمه ماموكان، الذي أشار عليه لأجل أن الرجال تحتفظ برئاستها للبيت وسطوتها على البيت وعلى المرأة وعلى الأبناء، شيء عجيب وتصرف خبيث، لكن الله يدبر أمر عتيد. عايز أتكلم بعنوان ولائم وأمر دائم، ولائم
وأمر دائم. هقول أول كلمة البداية تمجيد، البداية تمجيد. أول شيء دايما بحب أحطه قدامكم هو مين استير. استير كلمة من أصل هندي معناها سيدة صغيرة، سيدة صغيرة، وليها معنى تاني من اللغة الفارسية بمعنى كوكب، وغالبا الاسم ده أخدته بعد ما بقت هي الملكة بدل الملكة وشتي اللي طردها الملك أحشاويروش. وليها اسم تالت في اللغة العبرية هدسة، ودي معناها شجرة الآس الجميلة، حاجة كده لطيفة يعني. مين كاتب السفر؟ في ثلاث آراء. الرأي الأولاني بيقولوا التلمود اليهودي، احنا طبعا عارفين العهد القديم بيهتم به اليهود أكتر من كل الناس، فبيفحصوه فحص جيد جدا. لما يظهر سفر في ذلك الزمان يعني في العهد القديم ويقولوا ده هيضاف أو ده حقيقي عندكم، اليهود يفحصوه فحص تام. فمكتوب في التلمود اليهودي إن عزرا أو المجمع العظيم برئاسة عزرا الكاتب الكاهن هم اللي أقروا وكتبوا السفر. القديس أغسطينوس قال عزرا الكاهن هو اللي كتب سفر استير، لكن يوسيفوس المؤرخ الرأي هو الأرجح، وده كان مؤرخ يهودي، قال إن كاتب سفر أستير هو مردخاي نفسه ابن عمه. لأن هتلاقوا في إصحاح 9 آية 20 كلام بيقول إنه كتب كل الأحداث وبعتها لكل الناس، فيبقى الكاتب على الأغلب هو مردخاي. وقديس إكليمندوس الإسكندري قال الرأي ده كمان، لكن لما تلاقوا آراء عديدة محدش يستغرب، لأن الكلام ده اتكتب يعني زمن كتابة السفر كان في أواخر القرن الخامس قبل ميلاد المسيح، أوائل القرن الرابع قبل الميلاد، يعني في آخر إيه؟ في النص الثاني من القرن الخامس. فإذا كان في زمن بعيد بالشكل ده يبقى مش عجيب أبدا إننا نلاقي في بعض المفسرين اختلفوا عن بعضهم. أول آية بتقول وحدث في أيام أحشاويروش، وحدث في أيام نفس النص العبري هو مكتوب قدامنا بالضبط في اللغة العربية في الكتاب المقدس اللي عندنا كلنا، وده يدل على ان النص ده متساوي مع العبري بالظبط. أحشاويروس هو ابن داريوس الملك، ده حكم من سنة 486 قبل الميلاد الى سنة 465 قبل الميلاد، والحقيقة كانت نهايته وحشة لان تم اغتياله، وكمان المدينة اتحرقت بعديه، اتحرقت سنة 425 قبل الميلاد، تاريخ زمن بعيد جدا. الملك أحشاويروس اسمه في اللغة اليونانية، عشان ممكن اللي منكم بيذاكر يلاقي الحكاية دي، هيلاقي اسمه ساركيس أو زاركيس، هتلاقوها اسمه كده في اليوناني، فمحدش يقول ده مش هو، لا هو الملك أحشاويروس، ولكن مكتوب في اليونانية بالاسم ده. هو أحشاويروس المال الذي ملك من الهند إلى كوش، والحقيقة أن الهند اللي مكتوبة قدامنا دلوقتي دي مش اللي نعرفها ونقصد بيها الهنود الحمر والهنود اللي احنا عارفينهم بتوع الأفيال والكلام ده، لا، مقصود بيها باكستان النهاردة، هي المنطقة دي باكستان. أما كوش اللي هي كتير بتتقال على إثيوبيا كان مقصود بيها في ذلك الزمان
كان مقصود بها وقت ما اتكتب السفر شمال السودان يعني جنوب مصر، فدي المنطقة اللي هو كان مسيطر عليها في ذلك الزمان، على 127 كورة. تقول لي ليه مكتوب إن أحشاويروش كان عنده السيطرة على 127 بلد ومدينة؟ أقول عشان البداية تمجيد، الراجل عمل أمور تمجده على الأرض، يتمجد على الأرض. فكاتب السفر مردخاي كاتب الحكاية بيظهر بيها اللي كان في نية هذا الملك أحشاويروش، فبيقول ده كان قاعد عايز إيه؟ يعظم ويمجد نفسه. والمجد والكرامة لواحد بس، والمجد والكرامة لمن لا يطلب الكرامة، لكن إذا إنسان يسعى ليها. لا أحبائي، دايما كلمة يوحنا المعمدان قدامنا، ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. وحدث في أيام أحشاويروش اللي هو مالك على 127 كورة، أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشاويروش على كرسي ملكه، خلي بالكم كلمة كرسي ملكه في اللغة العبرية مكتوبة ملكوته، دي كلمة عبري، كلمة ملكوته، ودي معناها كرسي العرش أو مملكته بوجه عام. في شوشن القصر، وشوشن دي كانت بلد شتوية لملوك فارس بيشتوا فيها عشان دافية شوية يمكن، وكانت عاصمة عيلام، عيلام دي كانت في إيران. في السنة الثالثة من ملكه يعني سنة 483 قبل الميلاد، قبل الميلاد بناها الفرس بعد ما استولوا عليها ووضبوها وجهزوها تجهيز عظيم جدا. عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيد جيش فارس ومادي. عمل ايه؟ وليمة. هو في ثلاث ولايم النهاردة في الإصحاح ده، الإصحاح في أول وليمة عملها أحشاويروش لرؤسائه، لرؤساء المملكة، دول المقربين لي الحشية بتاعته، وعمل الوليمة معاهم في نفس الوقت للعبيد اللي هم بالتحديد أهل العساكر بتوعه أو أهل الحرس الجمهوري بتاعه. عارفين دول كان عددهم كم؟ 24,000 بني آدم. هتبتدوا دلوقتي تفهموا الراجل ده كان بيعمل ايه، كان بيمجد نفسه قد ايه لما هيعمل عزومة واحدة من ثلاثة. عزومة واحدة فيها 24,000 شخص، 14,000 من الرؤساء والأهل بتوع الحرس الجمهوري، الباقيين 10,000، يعني 24,000 شخص في الوليمة الأولانية دي. ده معناها أنه عايز يقول أنا عندي مجد، أنا عندي إمكانيات، عندي فلوس، عندي حاجات عظيمة جدا. وهو الحقيقة كان وارث عن أبوه داريوس، كان وارث ذهب ما يتعدش، وكان وارث مباني حديثة جدا كتيرة قوي ملهاش عدد وفيها بهرجة شديدة، وكان عنده سلع غير اعتيادية، سلع رفاهية. فهو كان معاه حق، إذا جاز التعبير باللغة البشرية كان معاه حق يتمنظر شوي. فقعد في حالة من التمجيد ويقول عمل وليمة لموظف الدولة وأهل المقربين بتوع فارس ومادي. دايما حتى لما تقروا في سفر دانيال تلاقوا الكلام بيقولك مادي وفارس، اشمعنا المرة دي معكوسة ومتقال فارس ومادي؟ لسبب بسيط جدا، فارس ومادي دولت من أصل عرق واحد، هم إيران حاليا، لكن الملك ده بيكتب اسم الأمة بتاعته الأول،
فالكاتب مردخاي راعى ان هذا الملك وهو بيتصرف وهو بيمجد روحه وبيمجد امته، راح كاتب له اسمه، اسم البلد بتاعته الاكثر من مادي لانها تتكتب الاول. سيطرت فارس كمان بشكل حربي وسياسي اكثر من مادي بعد سنة 550 قبل الميلاد، فكان طبيعي أنها تتكتب هنا بشكل أنها تبقى قبل مادي، الاتنين برضو من نفس العرق. وأمام شرفاء البلدان ورؤسائها حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة 180 يوما. لحظة أحبائي، حاجة ملفتة جدا، كلمة وليمة اللي عملها دي ليها جذور عبرية بمعنى يشرب. يعني هم هياكلوا ولا هيشربوا؟ الأغلب من الكلمة إنهم هيشربوا، المقصود هيشربوا خمر. طب ليه الكلمة دي اللي مكتوبة هنا؟ أقول علشان الناس تفهم والقارئ يفهم أن جايبين استعدادات ضخمة جدا من الخمور علشان هتقعد 6 شهور. فتخيلوا وليمة مدتها 6 شهور، أقول حاجة يعني خرافية جدا، حاجة ضخمة، يعني أقصد خرافية بمعنى ضخمة مش بمعنى أنها ما حصلتش، لا حصلت. وليم الجميع رؤساؤه وعبيده جيش فارس ومادي، وأظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة 180 يوما، 180 يوم يعني 6 شهور. وهنا سؤال بيطرح نفسه، هو في وليمة بتتعمل 6 شهور؟ يعني في بشر طبيعيين يقدروا يشربوا خمرة لمدة 6 شهور؟ أظن المقصود إن الوليمة هي اللي على رأس الاحتفالات، بعد كده مش هيكملوا شرب خمر، لكن المقصود إن أهم حادث حصل هو الوليمة، مجمعهم بوليمة، فالوليمة دي هي أول الكلام، إنما بقية 180 يوم أو 6 شهور هيبقوا تفاصيل أحداث في البلد نفسها. وعند انقضاء هذه الأيام، باقي الأيام دي طبعا فيها أحداث متنوعة، عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير، عمل الملك وليمة تانية لمين؟ لجميع الشعب الموجودين. مقصود أنهم كانوا موجودين خارج الأبواب في فناء بستان قصر الملك، أصل دولت إيه؟ فئة تانية، فئة المقربين والرؤساء والزملاء والناس اللي هي في السلك. أقول لكم لا، دولت ليهم وليمة يحضروا جوه الملك مع الملك في قصره، إنما اللي بيحضر بره كان جميع الشعب، ودي الوليمة التانية في شوشن القصر، من الكبير إلى الصغير برضو بره الأبواب، وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك. 7 أيام ممكنة، إذا شربوا 7 أيام خمر وكلوا وشربوا يعني معقولة شوية إن تكون في 7 أيام. بأنسجة بيضاء، مقصود ستاير، يعني معلقين ستاير بيضاء، واللون الأبيض ده لون ملكي، وخضراء وإسمنجونية، الإسمنجوني اللي هو أزرق أو بنفسجي، وده من الألوان الملكية معمولة في الستاير في قصر الملك، معلقة بحبال من بز، والبز اللي هو الحرير الأبيض، وأرجوان، أرجوان ده خدناه قبل كده، الصبغة اللي لونها أحمر قريب من البنفسجي. كل دي مناظر احتفالات في قصر الملك، في حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وفضة، على مجزع من بهت، البهت اللي هو حجر أبيض بيلمع، ومرمر ده رخام، ودر ورخام اسود، وكان السقاء
من ذهب، يعني تخيلوا الكؤوس اللي بيشربوا منها كانت عبارة عن ذهب. والآنية مختلفة الأشكال والخمر الملكي بكسرة حسب كرم الملك، وكان الشرب حسب الأمر. وبعدين يرجع يقول لك لم يكن غاصب. طب أنت حضرة الملك أحشويروش، أنت بتعزم على الناس تشرب خمر إجباري، ولا أنت بتقول زي ما مكتوب لم يكن غاصب؟ الكلمتين موجودين في نفس الجملة، أفهمها إزاي دي؟ أقول لكم، الملك لما كان يبتدي يمسك الكاس كده ويشرب، ده معناها أمر لكل اللي حاضرين إنهم يروحوا ماسكين الكاسات هم كمان وإيه؟ ويشربوا بعد الملك. محدش يجرؤ إنه يشرب قبل الملك أو في وقت هو ما بيشربش فيه. فده الأمر شكله كده. إنما لما اتكلم مرة تاني وقال لم يكن غاصب، يعني لو حضرتك قلت له لا أنا مش هشرب خمر، خلاص. هو طبعا الملك مش هيسأل كل واحد، بس هو مدي أوامر للعساكر بتوعه السقاه، إني ادوا الناس خمر، اللي مش عايز يشرب كتير ما تدلوش، اللي ما بيطلبش ما تدلوش. لكن كان ممكن يحصل العكس، ان يخلي العساكر والسقاة يلفوا على الناس وكل ما يحط لهم في كاساتهم الفاضية يشربوا إجباري، وفي الحالة دي الناس هتطلع مساطيل لأن هيشربوا إجباري غصب عنهم كتير. ولكن اللي حصل كان بالشكل ده، لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيته أن يعملوا حسب رضا كل واحد، محدش يشرب خمر غصب عنه. آية 9 بتقول ووشتي الملكة عملت أيضا وليمة للنساء. هتلاقوا هيرودوت المؤرخ كاتب اسم وشتي اسم تاني خالص، هتلاقي بيقول إن الملك أحشاويروش كانت مراته اسمها أمستريس. تقول لي طيب وهي نفس الشخصية باسمين، يعني اسم جد واسم دلع مثلا، ولا أمستريس هو الاسم الصح ووشتي هو الاسم الغلط؟ أقول قد يكون الملك كان متجوز واحدة تانية قبل وشتي وما تذكرش اسمها وهكذا. والحل التاني إن تكون هي نفس الشخصية باسمين، الاسم الأمستريس ده اللي هو اليوناني، والاسم وشتي لقب معناه، وهو غالبا من أصل عبري معناه المحبوبة أو الأحسن، هو من أصل فارسي مش عبري، الأحسن أو المحبوبة أو المرغوبة. وشتي الملكة عملت أيضا وليمة للنساء، يبقى دي رقم كام في الولايم؟ الوريمة رقم 3. تخيلوا ان بلد قاعدة تهيص وتهلس فقط 6 شهور هلس، ايه ده؟ بني آدم بدايته في الملك مع انه حارب اليونان واليونان بهدلوه، انما ايه أحشاويروش كان شايف نفسه حبتين زي نبوخذ نصر الملك وهكذا. فوشتي هي كمان قالت ايه ده، انت عامل لكل دولت عزايم، هعمل انا كمان للستات ايه عزومات. فراحت عامله وليمه للنساء في بيت الملك الذي للملك أحشاويروش. دي اول كلمه بقولها، البدايه تمجيد، ملك قاعد يمجد نفسه. مجدا من الناس لست أقبل، مين اللي قال الكلام ده؟ الرب يسوع نفسه قال مجدا من الناس، مع أنه الوحيد المستحق ومستوجب أن يأخذ المجد والكرامة. شوفوا في سفر الرؤيا قد إيه بيحصل تمجيد لاسم يسوع، اللي في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض كله بيخضع ويسجد لاسم الرب يسوع، لأنه الوحيد اللي متمجد ويستحق المجد والكرامة. ومع ذلك قالها صريح،
مجدا من الناس لست أقبل. وجي بولس الرسول قال إن كنت بعد أرضي الناس فلم أكن عبدا للمسيح. ما هو اللي عايز يمجد نفسه يبتدي يعمل إيه؟ يبتدي يكرم الناس أزيد من اللازم، يبتدي ينافق، يبتدي يقع في خطايا كتير أولها ومحورها وأخرها بيحاول يرضي كل الناس. تبقى النتيجة إيه؟ مش هيرضي رب الناس نفسه. أحد المشاهير القديس العظيم أنبا بخوميوس أب الشركة بيقول إذا أكرمك إنسان فلا يفرح قلبك بل احزن، لأن بولس وبرنابة لما الناس مدحوهم شقوا ثيابهم حزنا. أقول كلام أنبا بخوميوس تاني، إذا أكرمك إنسان فلا يفرح قلبك بل احزن، لأن بولس وبرنابة لما أكرمهما الناس شقا ثيابهما. أدي الناس الروحيين الحلوين اللي فعلا مسكين في هدب صوب المسيح. هقول كلمة تاني بعد البداية تمجيد، هقول الطلب الوحيد، الطلب الوحيد. آية 10 بتقول في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر. كلمة طاب موجودة في اللغة العبرية اللي مكتوب بها العهد القديم أصلا، كلمة طوب بمعنى قلب انشرح. يعني إيه؟ يعني الرجل فرفش لما بدأ يشرب خمر كده، راح إيه فرفش وهيص وهلس زي هيرودس الملك كده وراس يوحنا المعمدان. لما طاب قلب الملك بالخمر قال لمهومان، ومهومان ده في اللغة العبرية كلمة معناها مستأمن، وبقية الأسماء اللي هقولها فارسية يعني إيرانية، بزة وحربونة وبغسة وأبغسة وزيسار وكركس، والأسماء دي أسماء معاونين للملك كلمهم وقال لهم، وقال لي معاهم كمان خصيان 7 كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشويروس. الخصيان دي مقصود بها من اللغة العبرية ساريس يعني ضابط عظيم، يبقى المقصود بخصيان هنا ضابط عظيم. ايه بقى الضابط العظيم ده؟ ده بيبقى راجل مهم جدا موثوق فيه جدا، لان من ضمن مهامه انه بيصعد الى بيت النساء في الملك، يعني ممكن يطلع عند مرات الملك. فاذا كان هيطلع عند مرات الملك يبقى لازم ايه؟ ما تكونش عينه زايغه، لازم يبقى انسان مظبوط قوي. وفي احتمال تاني بيتقال برضو وضروري أقوله إن مقصود خصيان بمعنى إنهم مخصيين، لأنهم بيصعدوا عند نساء في دار بيت الملك، فعشان كده لازم يبقوا عينهم ما تزغش يمين ولا شمال فبيحصل لهم كده. دي برضو فئة موجودة وبتتحكي في التفاسير. بعد دولت كلهم للملكة وشتي و قال أن يأتوا بوشتي الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليرى الشعوب، ليري الشعوب والرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر. فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. الملك كان عايز يعمل إيه؟ بعض المفسرين قالوا الملك بعت للملكة وشتي يقول لها تيجي عريانة قدام كل الشعب، عشان كانت شديدة الجمال جدا فقال يجيبها يفرجها على الناس. فالملكة قالت لا، إذا كنت أنت يعني الملك فأنت ليك حدود
إذا تطلب مني الغلط أنا أرفض، حتى لو كانت إنسانة إيه غير متدينة أو ما تعرفش الله الواحد، إنما تعرف احترام نفسها لنفسها. وهنا بفتكر مرة من المرات واحدة كانت بتشتكي لي تقول لي أبونا جوزي سايب واحد صاحبه لما يقعد معانا يقعد يمد إيده علي، يقعد يهزر وإيه ويتطاول بالكلام ويلمح بتلميحات جنسية وجسدية، ولما بقول له إلحق صاحبك بيعمل كذا وبيحاول كذا وبيلمح بيقول لها ما يجراش حاجة. أنهي رجولة وأنهي نخوة هذه الأيام الفاسدة العجيبة. بعت الملك كل الخصيان وكل الأسماء السبعة دولت وقال لهم هاتولي الملكة وشتي وخلوها تيجي عشان كل الناس تشوف جمالها، وهي رفضت فغضب غضب شديد جدا وغضب عارم لدرجة انه بقى متلخبط. بس خلوا بالكم، هو يا جماعة اللي يشرب خمر هننتظر من طلباته ايه؟ حتى لو كان الطلب الوحيد ان يجيب مراته يوقفها قدام الناس، ده انهي عقل؟ ده عقل بتاع واحد شارب خمر بجد. يعني تعرفين اللي بيشرب خمر وبيشرب مخدرات، يعني لو واحد سايق عربي وهو شارب خمر، الدول المتقدمة ما فيهاش حوادث سير زي عندنا في مصر. احنا عندنا حوادث ناس بتعدي فتموت، تتخبط بعربية تموت، انما او اخطاء عربيات، انما الدول المتقدمة اغلب حوادث العربيات عندهم ان واحد شارب خمر او مخدرات، بيجيبوا الحاجات دي وبيقدروا يشتروها بسهولة ويتعاطوها. فبيحصل ايه؟ يقول لك لو واحد شارب خمر يجي يشوف الإشارة حمراء بس المسافة بينه وبين الإشارة مش عارف يظبطها. طب واحد شارب حشيش يقول لك برضو نفس الكلام، يفتكر ان الإشارة لسه بدري عليها ويقرب قوي فيعدي يكسر الإشارة. طب لو واحد واخد مثلا هيروين أو حاجات من النفتالين حاجات زي كده، كل الحاجات اللي بياخدوها دي بتخلي حساباته لو يحاول يركز حساباته تبقى مش مظبوطة، فيبقى عمال. وأنا شفت الكلام ده بعيني صدقوني، مرة من المرات في إشارة في المعادي على الكورنيش ولقيت عربية العسكري مرور فرد إيديه والإشارة احمرت فكلنا وقفنا، وبعدين ببص ألاقي عربية لوري من العربيات النصر القديمة اللوري العالية قوي دي، راحت خبطة عربية سايقاها شابة صغيرة كده وفضلت تجرجر فيها تدخلها في الإشارة المقفولة. ليه؟ علشان خاطر بسلامته شارب. لما الملك شرب خمر بدأ يطلب مراته في طلب حقير مش محترم يفرجها على الناس، ولما بطرس الرسول كان نايم وقت ما المسيح بيصلي صحي قطع أذن ملخص، ما هو دي شبه دي. وهكذا كل البدايات الغلط بتكمل بنتائج غلط. صحيح باب ربنا مفتوح وكلنا نقدر نتوب في لحظات ودقائق قليلة، أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك، ولكن ياما ناس بتعيش وتموت في الخطية. في ناس بتبدأ كويس وتنتهي مش كويس، تنتهي في الجحيم. البدايات لا تؤكد النهايات، لكن البدايات قد تؤكد ان الشخص عايش في الحاضر حياة لا ترضي ربنا ابدا.
أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه. نابليون قال المرأة الجميلة تسر العين، أما الفاضلة تسر القلب. هقول كلمة أخيرة بعد البداية تمجيد والطلب الوحيد، هقول الأمر العتيد، الأمر العتيد. آية 13 بتقول: وقال الملك للحكماء العارفين بالأزمنة: خلي بالكم إن الذكاء غير الحكمة. في إنسان تلاقوه ذكي جدا في الشر، إنما الحكمة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار، فدي حكمة مقدسة نافعة صالحة مزعنة تعمل كل حاجة عظيمة في الحياة، الحكمة. والحكمة بعض الناس يقول لك درب نفسك على الحكمة، أقول لك لا، الأحسن تطلبها منه، الحقيقة تطلبها منه، تقول له رب اديني الحكمة. سليمان الحكيم قال له إيه؟ طلب منه الحكمة، قال له عشان ما طلبتش لا مال ولا جاه ولا غنى، وطلبت بس الحكمة هديك كله مع الحكمة. ودي في حد ذاتها حكمة، إن هو طلب الصح. يعني نعرف الحكمة إنك تطلب الصح في الوقت المناسب، تطلب الصح قبل فوات الأوان. ودي كلمة بقولها لكل إنسان، خاصة الغير مسيح والغير مؤمن، لازم تعرف الحق والحق يحرركم، لازم تعرفوا في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. وقال الملك للحكماء العارفين بالأزمنة، هو ليه كلمهم وهو زعلان من مراته؟ الخمر مدوخة، الخمر مغيبة عقله، لكن لو هو صاحي كده وفايق كان يقعد يدي قرار مناسب. وهنشوف في اللي جاي قد ايه اخد قرار اتضحك عليه فيه. وقال الملك للحكماء العارفين بالأزمنة، مين العارفين بالأزمنة دول كمان؟ بعض الناس قالوا دول المجوس يمكن، لكن العارفين بالأزمنة يعني اللي عارفين ان وقت ما الملك طلب من وشتي انها تيجي تحضر الوليمة قدام الناس كلها، ان ده وقت مناسب لدخول زوجة الملك قدام الملك. طالما الملك مدي قرار انها تدخل يبقى ده وقت مناسب. فبيقول لك ان الحكماء دول عارفين ان طالما انا طلبت وانا الملك يبقى المفروض تسمع الكلام، لكنها ما سمعتش، لانها هكذا كان امر الملك نحو جميع العارفين بالسنة. السنة يعني الشريعة، والقضاء يعني الحكم. وكان المقربون اليه كرشنا وشيثار وأدماثا وترشيش ومرس ومرسنا وممكان. خلوا بالكم من ممكان ده عشان ده كان راجل خبيث قوي. سبعة رؤساء فارس ومادي، وقلنا فارس ومادي إيران، سبعة رؤساء شخصيات بيثق فيهم ليهم حق يقفوا قدام الملك ويتكلموا معاه ويسمع لهم ويدخلوا محضره. وشيء بالشيء يذكر ان في سبعة رؤساء ملائكة تلاقيهم في سفر الرؤية واقفين قدام ايه؟ عرش الملك القدوس. اما الملك في فارس في ايران كان بيعمل ايه؟ كان الكرسي بتاع الملك بتاعه الظهر بتاعه طويل جدا، ومش راجع لورا مايل كده، لا كان طويل جدا ومفرود، وقدامه زي قدامي كده بدل السلمتين لا مجموعة سلالم تطلع للعرش بتاعه للكرسي بتاعه. وقدام السلالم دي محطوط حواجز عشان ممنوع أي حد يعدي السلالم دي ويطلع لغاية كرسي الملك. فهم لما يوصلوا لغاية الحبال اللي بتمنعهم يبقى دولت محظوظين. دي مكانة نادرة جدا في الوظائف
عند الملك أحشويروش. أكمل الكلام، بيقول حسب السنة رؤساء 7 رؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويجلسون أولا في الملك، حسب السنة ماذا يعمل بالملكة وشتي لأنها لم تعمل كقول الملك أحشويروش؟ ماذا يعمل؟ ده هم المفروض 7 رؤساء والمشيرين والرؤساء والوزراء والعساكر وكل الناس يقولوا لها ملك هتاخد قرار ايه، مش هو اللي بيسألهم. لكن البعيد كان ايه؟ كان عقله غايب من كتر شرب الخمر، فمش قادر ياخد قرار، فبدأ يسأل اللي حواليه اتصرف ازاي مع مراتي اللي ما سمعتش الكلام الغلط. وبدأ يقول لهم ماذا يعمل بالملكة وشتي لأنها لم تعمل كقول الملك أحشويروش عن يد الخصيان. فقال أمامه، كان ده راجل لئيم قوي، واسمه معناه مجوسي، اسم فارسي معناه مجوسي، مجوسي مقصود به منجم أو عبدة النار. فقال أمامه، كان أمام الملك والرؤساء ليس إلى الملك وحده أذنبت وشتي الملكة. طبعا ده ذكاء منه وعمل له شهرة قدام الملك وقدام الرؤساء كلهم. بدأ يسخن بالعربي كده، بدأ يسخن الملك على مراته، يقول له لا ده ما غلطتش فيك انت مولاي الملك، ده غلطت في الشعب كله. يا سلام، غلطت في الشعب كله؟ ايوه غلطت في الرجاله كلها. عارفين زي ايه؟ زي لما واحد اعلامي يطلع كده ويروح ايه يقول لك مثلا الصعايده دولت مش عارف ايه، انا ما اقدرش اقول طبعا، الصعايده حبايبنا كلنا واهالينا، فساعتها بيزعلوا منه جدا. دي برضو ايه؟ نفس الشبه كده. بدأ يسخن الرجل على مراته، واوعى تكونوا غير حمامة سلام بين الناس وبعضيها، اوعى حد فيكم في يوم من الايام يقف في صف حد لاجل حد تاني. ده انا اعرف واحد لما يجي يحكم بين واحد ومراته زعلانين يروح عامل ايه؟ يقف في صف اللي جاله الاول. ايه ده؟ لم تتعلموا المسيح هكذا؟ ده انت لازم تسمع من الاثنين، وبعد ما تسمع من الاثنين تحط في الحسبان ان كل واحد فيهم نص كلامه غلط ونص كلامه صح، وربنا هو اللي يرشد مين اللي معاه الحق ومين المظلوم. انما اللي يجي لك الاول تقف في صفه. اما انتم لم تتعلموا المسيح هكذا. فقال له لا مولاي الملك، سيبني بقى سخنك عليها شوي، بل الى جميع الرؤساء وجميع الشعوب، دي غلطت في حق كل دول الذين في كل بلدان الملك أحشويروش. يا سلام، لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء. شوفوا بقى الحيلة بقى الذكية، بقول له بصراحة الستات كلها دلوقتي هتعمل زي الملكة، الخبر هيطير في كل الأرض إن الملك بجلالة قدره طلب مراته ومراته عصت عليه وما سمعتش كلامه. ده بقى مش مسألة الملائكة هتلعنها طول الليل ولا الكلام ده، لا ده مسألة أصعب شوية، بيسخن راجل على مراته. فبيقول له لا دي غلطت في حق كل الرجالة، دلوقتي كل الرجالة شعبك هيروحوا إيه؟ يلاقوا الستات تاني يوم الصبح ما بيسمعوش كلامهم، فهي غلطت في حق المملكة كلها. وفي هذا لأنها لم تأتي أمام الملك، سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن عندما يقال إن الملك أحشويروش أمر أن يؤتب وشتي الملكة إلى أمامه فلم تأتي، وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس. الصراحة يعني الستات لما بيبقوا في مناصب يمكن ما بيحبوش قوي يتعاملوا مع بعضهم كستات، يعني ما يسندوش بعض قوي. الرجالة أظن في المناصب وفي
وفي الأشغال والوظائف، لا ممكن يشتغلوا بطريقة التيم وورك أو المجموعة، يشتغلوا ويتعاونوا مع بعض. إنما الستات تظن ما يرضوش يتعاملوا مع بعض. فقال لك الستات هنا هتسمع: وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس، اللي هم الأميرات يعني، فارس ومادي اللواتي سمعنا خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، ومثل ذلك احتقار وغضب. فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده، وليكتب في سنن فارس ومادي فلا يتغير. لا يتغير يعني إيه؟ يبقى أمر دائم، أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويروش. مش هي رفضت إنها تروح تسمع كلامه وتحضر في محضر الملك في وقت الفسق، رفضت، قال خلاص طالما انت ما جيتيش ما تجيش تاني، طالما انت ما جيتيش ما تجيش مرة تاني، أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويروش وليعطى. وخلوا بالكم وهو بيكلم الملك المرة دي ما قالوش أن لا تأتي الملكة وشتي، إنما قال إيه؟ قال وشتي بحاف كده من غير اللقب. فمش بس بيسخن الملك على مراته الملكة، لا ده بدأ يحتقر شأنها هذا المساعد. إلى أمام الملك أحشويروس وليعطى الملك ملكها لمن هي أحسن منها، فيسمع أمر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لأنها عظيمة، فتعطى جميع النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير. فحسن الكلام في أعين الملك والرؤساء، وعمل الملك حسب قول ماموكان، وأرسل كتبا إلى كل بلدان الملك. هو غالبا أحشويروش الملك طلعها بعيد عن القصر وقال لا ما تدخليش تاني، بس لأنه كان بيحبها قوي ومعجب بجمالها قوي، فغالبا بعد ما طلقها رجعها على ذمته بعد شوية، ده غالبا كده. لكن خلوا بالكم كتب الملك مرسوم علشان إيه؟ علشان النساء ما تحتقرش الرجالة في البيوت. طب بالذمة هو في واحد عشان مراته تحترمه في البيت محتاج رئيس الجمهورية أو الملك ينزل له مرسوم؟ يبقى بسلامتهم ومامو كان ده ضحك على الملك اللي شارب خمر لما عميان، وقال له نزل قرار إن الست تحترم الراجل في البيت. شوفوا الكلام معناه إيه؟ معنى الكلام إنه بيطلب منه حاجة مش مفروض تطلب أصلاً، لأن أي ست بتحترم الراجل في البيت، وأي راجل مطلوب يحترم زوجته في البيت. فإذا كان الاحترام هيبقى بقرار ملكي، يبقى الملك ده عقله إيه؟ مريح، يبقى شارب خمر وعقله غايب. أذكر وده كلام هختم بيه، أول ما اترسمت كاهن من 23 سنة، سنة 2000، لقيت واحد بيخبط على الباب عندي في البيت خبطة جامدة قوي كده، هو واتنين اخواته. فقلت الله أنا لسه مروح البيت يعني أريح شوي، ما أنا كنت في الكنيسة، إيه الحكاية؟ مين يا أخوان؟ قال أنت أبونا ماركوريوس؟ قلت له أي. أنت مين؟ ده كل الكلام ده وأنا قافل الباب ما فتحتوش. قال لي افتح. قلت له مش عارف أنت مين الأول؟ قال لي أنا اسمي ومش عارف إيه، مسيحي يعني. قلت له طيب هفتح. رحت فتحت الباب لقيت ثلاثة، أنتوا مين يا أخوانا؟ قال هندخل الأول. قلت له اتفضل، بس عايز أعرف إيه حكايتكم؟ أنتوا مين؟ قال بص يا أبونا، اختار لك حاجة من الاتنين، يا إما تطلقني من مراتي يا إما هسيب الدين المسيحي. قلت له طب بقول لك إيه، امشي اطلع بر، أنت أصلا ما أنا ما أعرفكش، وأنت أنا مش عارف أنت أساسا مسيحي ولا لأ، فأنتوا التلاتة كده امشوا اطلعوا بر. قال إيه؟ قلت له ما هو حاجة بالعقل، أنت جاي تهددني جوه بيتي، امشي اطلع بر.
قال لي يا ابونا ناخد وندي مع بعض. قلت له ناخد وندي مع بعض، انما تيجي تديني اوامر ما اسمعش منك ولا كلمه. فقال لي طيب، اصل مراتي مزعلاني ولسه مخلفين، فخدت ابنها وراحت عند امها في المعصر. قلت له طب يعني كل واحد مراته تزعله يجي يزعق مع ابونا او يسيب المسيح؟ قال لي معلش ما استنى زعلان بقى. قلت له طب تعالى نشوف الموضوع يتحل ازاي. قلت له هي مزعلاك، طب وانت ملاك من السماء؟ قال لي لا، كل واحد فيه خطيه. قلت له بقى انتوا الاثنين خطاه، يبقى نتصالح بقى، نروح نصالحكم. فقال لي طب تمام، هي فين؟ قال لي في المعصر. قلت له طب خلاص نروح سوا. قال لي لا، روح انت. قلت له روح انا؟ في ايه يا ابني؟ قال لي انا هستناك عند محطه المترو، تديني تليفون تقول لي خلاص اهلها موافقين ترجع، اروح جاي 5 دقايق تلاقيني عندهم. ما وافقوش مش هاجي، لان لو جيت هيضربوني وهنتخانق مع بعض وهيبقى فيها بحور دم. طب خليك عند المترو. رحت رايح عندهم. ازيكم يا جماعه، انت يا بنتي موافقة ترجع لجوزك؟ أنا بتوسط في الحكاية، فموافقة ولا لا؟ قالت لي أنا موافقة أبونا. قلت لها طيب مش أبوكي أنت موافق إن بنتك ترجع لجوزها؟ قال لي موافق أبونا. راحت الست أمها مسكت كرسي خشب وطلعت تجري ورا جوزها، عايزة تكسر الكرسي الخشب على دماغه. فالراجل قاعد يجري منها في الشقة، وأنا قاعد أتفرج، وأنا بقى لسه مرسوم جديد والحكايات دي إيه يعني، كانت دمها خفيف على قلبي قوي الحكاية دي. فقعد أتفرج كده وأنا مش مصدق روحي. قلت يا رب هو في كده؟ ده أنا كنت أفتكر الكهنوت يعني أحسن كده شوية. وبعدين قمت بقى أما أتدخل في الحكاية، فقلت لها بقول لك يا ست أنت إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ قالت لي اسكت يا ابونا، اصل انت ما تعرفش ده راجل طيب وعلى نياته، ما فيش حاجه اسمها يرجع لمراته بالسهوله دي. قلت لها يا سلام، مش في كلمه ربنا وفي اب كاهن جاي من الكنيسه وصوت ربنا ليكم ان الاثنين يرجعوا والاثنين موافقين؟ قالت لي لا يا ابونا ما ينفعش الكلام ده. فقلت لا اسكت انت بقى خالص، انا اتكلم مع الرجاله، انا اتكلم مع الراجل. موافق يا عم فلان ان بنتك ترجع لجوزها؟ قال لي اه موافق. راحت الست سحبة سكينة وراحت طلع تجري وراه، راحت خبطة السكينة ما جاتش في الراجل، فجت في التلفزيون كسرته، شاشة التلفزيون كده راحت اتكسرت. رحت قمت جريت قدامها، قلت لها بقول لك ايه بقى، الراجل ده دمه هيطلب مننا، فإذا أنت عايزة تسيحي دم حد يعني وأنت ست بمئة راجل، وريني جدعنتك، أديني واقف أنا قدامك أهو. قالت يا أبونا استنى لما ابني الكبير يجي. قلت لها لا عيب الكلام ده، إزاي يبقى جوزك موجود وأنت كمان موجودة والاتنين موافقين يرجعوا لبعض ونستنى ابنك لما يرجع؟ قالت لي لا مش هترجع إلا لما ابنك الكبير يرجع. قلت لها طب بصي بقى، أنا خارج من البيت ده غضبان عليكي. فقالت لي هو اللي أنا قلته ده اللي هيمشي. قلت لها ماشي. طلعت قدام باب البيت، نفضت رجلي على عتبة الباب بتاعهم وما سامحتش، وقلت لا دولت أو الست دي بالذات ملهاش حل ولا بركة. وفضلت واقف قدام الباب بتاع البيت، وقفلوا الباب، هي بالذات قفلت الباب وانا واقف بره قدام الباب 2 ساعة لغايه ما رجع ابنها. لما رجع فتح الباب وهو ايه مش فاهم انا واقف ليه، يعني كان انا خيال واقف جنب البيت. فقلت له انت ابنها الكبير؟ قال لي اه. خير يا ابونا؟ قلت له كذا كذا. قال لي طب تعالى جوه. دخلنا جوه. قلت له ايه بقى اللي احنا مستنينه منك انت؟ الاثنين موافقين يرجعوا لبعض، انت هتقول ايه جديد؟ قال يا ابونا نكتب قرار او اقرار منه
إنه لو غلط فيها وزعلها تمشي من البيت ويبقى هو عليه شيك مش عارف على بياض ولا شيك بمئة ألف جنيه. مئة ألف جنيه بقى سنة 2000 يعني. فقلت له هو ده حكمك؟ قال لي آه. قلت له طب لا أنت ولا أمك أنا موافق على طلباتكو، ولا أنا مديكو حل ولا بركة في اللي أنتوا فيه ده خالص، وزي ما قال المسيح اللي ما قبلوش سلامكم يرجع سلامكم إليكم، وأنا نفضت غبار رجلي قدام بيتكو ده، أنا مش مسامحكو أبدا. ومشيت روحت. بعد أسبوع دخل أصلي عشية فلقيت كل العيلة بتاع المعصرة دي جاي. مساء الخير يا أبونا، بصت لهم كده وقلت لهم أهلا وسهلا. قالوا لي ممكن نتكلم معاك شوية؟ قلت لهم لا. قالوا لي طيب معلش 5 دقايق بس، قلت لهم لا أنا عندي عشية هصليها أصلا. عشية بقى إيه؟ قعدت أصليها بقى مزاج كده بقى ساعة إلا ربع. ساعة لربع طلعت لقيت ايه؟ لقيت الناس لسه مستنيني. ممكن نتكلم معاك 5 دقايق؟ قلتهم خير. قالوا لي بصراحة ابونا خلاص رجعوا لبعض وتسامحوا وخلاص ما فيش حاجة هنكتبها ولا اي حاجة. نفس الكلام بفتكره بمناسبة ان الراجل اللي شارب خمر احشاويروش الملك نزل قرار ان الستات تحترم الرجاله والرجاله تحترم الستات، ووقع الامر ان ده مش محتاج قرار عشان الناس تحترم بعضها. صحيح يا احبائي، كنت قاعد مع شاب يوم الخميس الصبح بيقول لي يا ابونا انا اتجوزت من هنا وانفصلت عن مراتي من هنا. ليه يا ابني؟ حكالي انهم زعلوا كلام عبيط كده عادي مع بعضهم يعني مفيش حاجه كبيره. قلت له اللي بيحصل بينكم ده قله احترام، عارف سببه ايه؟ قال لي ايه يا ابونا؟ قلت له سببه اني كتير جدا من الناس لما بياخدوا على بعضهم بيقل الاحترام بينهم، فلا انت بتحترمها ولا هي بتحترمك والدنيا خربانه واحنا في زمن ما يعلم به الا ربنا. فكل واحد يحط واطي كده ويتواضع ويجي على نفسه والمشاكل كلها بجميع انواعها تتحل. فحسن الكلام في اعين الملك والرؤساء، وعمل الملك حسب قول ماموكان، وارسل كتبا، بعد كتاب طلاق غالبا لوشتي ومرسوم ووثيقة علشان يؤمر ان الستات تعامل الرجالة كويس، الى كل بلدان الملك، الى كل بلاد حسب كتابتها، والى كل شعب حسب لسانه، ليكون كل رجل متسلطا في بيته ويتكلم بذلك بلسان شعبه. يعني ايه الراجل يتكلم بلسان شعبه في بيته؟ يعني في البلد دي في كذا جالية من كذا منطقة بيتكلموا كذا لغة، فبيقول لا كل الناس تتكلم بلغتها مع بعضيها، والمرسوم ده يسري على جميع الناس والشعوب. قلت ولائم وأمر دائم، البداية تمجيد والطلب الوحيد، وآخر كلمة قلتها الأمر العتيد، لربنا المجد دائما أبديا آمين. هنصلي